معكم، معكم الفنانة زينة الدوية. أنا فرحانة بزاف كنتواجد في طنجة، وهذا شرف ليا أنا تكون مشاركتي مع اتصالات المغرب في هذا المهرجان الجميل والرائع. ملي تميت داخلة وشفت كيفاش استقبلوني عجبني الحال بزاف، وإن شاء الله نتمنى نكون ضيفة خفيفة على قلوبكم وقلوب الجمهور اليوم إن شاء الله. أنا طنجة كنموت عليكم بزاف، ناس الشمال كاع، وكاينين ناس من كاع المدن اللي جاوا اليوم يشرفونا، ناس من على برا، كنقول لكم مرحبا بكم، إن شاء الله ندوزوا أحلى ليلة اليوم. أغنية سينما أنا صورتها لأن مدينة طنجة كتعجبني بزاف، ولكن هذيك الأغنية مهدية لكاع الجمهور ديال زينة الدودية. كنقول لهم إن شاء الله نتمنى تكون تعجبكم وتنال إعجابكم، وهي أغنية من ألبوم ديالي الجديد ديال من خليتيني. الأغنية الثانية إن شاء الله غتنزل نهار الخميس، تسناو مني إن شاء الله 8 ديال الأغاني إن شاء الله غينزلوا هاد 3 شهور ان شاء الله. بصراحه انا كنت لاعبه كره القدم، والبارح فرحت بزاف لانه هذاك التشريف للمراه المغربيه والمراه العربيه، يعني كرمونا وشرفونا، وكنقول لهم من هذا المنبر يعني يحاولوا ما امكن يصبروا بزاف وما يقنطوش، لان انا كنحس كيفاش اللاعب منين او اللاعبه منين كتبدا المجهود وكتخسر كتحس واحد القنط، كتحس واحد. نحن ديما معكم وقلبنا معكم وقلوب كل المغاربه وكل العرب معكم، وتحيه خاصه للمراه المغربيه.